بسيط جدا، ان رسائل الدكتوراه والابحاث الموجوده في وزاره البحث العلمي ودورات الاختراع يحاول يكون في الزام للاصل الصناعي في الدوله متابعه هذه البراءات وهذه الدكتوراه رسائل في اصدار بروتوتايب ماس برودكشن، في الاخر اصبح في منتج، لكن كل في ورق في ورق ملوش لازمه. ده كلام صح، تشيله من العراف. حضرتك اتفضل، بترول كله شيء عظيم، مصر جميله رائعه. انا بس حامل سكوب على الابحاث الموجوده في المركز القومي للبحوث، والنقطه اللي بعديها هناك حرب شنيعه ضد هذه الابحاث. الكلام ده من بعض الاساتذه الدكاتره لجوه المركز. احنا عايزين نعمل اقتحام المركز ده، اقتحام زي ما اقتحم بقى. لا هو السؤال السؤال حرب ليه؟ لا ممكن يبقى اهمال، ممكن يبقى عدم ترتيب. حاولت انا حرب ليه؟ حاولت احاول طبعا اساتذتنا. اه اتفضل، ما هو اشار هم اشاروا انهم هينزلوا ده على النصر. ايه الطلب هنا من النصر؟ ليه الحرب دي؟ طبعا احنا في مجتمع دولي اعلامي تمام، لو خرجت منتج من ابحاثي دي هيحارب منتج تاني بره بس واكتفي بهذا. انا هحارب الدوله المسؤوله عن الدفاع عن ابنائها هو هي كده، اللي هو المركز البحوث. المركز البحوث شكرا. اتفضل يا فندم.